فاز الأهلي على فاركو بثلاثة أهداف دون رد على استاد القاهرة ضمن منافسة الجولة 25 من الدوري المصري، وأصبح ذلك الانتصار هو الخامس للأهلي خلال الموسم الجاري من الدوري بثلاثية بعد الفوز بالنتيجة ذاتها على كل من الاتحاد السكندري وبيراميدز والزمالك وغزل المحلة. بتلك النتيجة استعاد الأهلي صدارة الدوري بعدما وصل للنقطة 50 ويبتعد عن ملاحقة فيوتشر بفارق نقطتين وللمارد الأحمر ثلاث مباريات أقل من منافسه. أما فاركو فتجمد رصيده عند 32 نقطة يحتل بهم المركز الثامن في جدول الترتيب. فاز بيراميدز على نظيره أسوان بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وسجل ثلاثية بيراميدز فخري لاكاي في الدقائق 31 و91 وبلاتي توري في الدقيقة 93 من عمر المباراة. بهذه النتيجة يحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة، بينما يحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة. تواجد الكولومبيو خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني والجديد للزمالك في مران للفريق الأبيض المقام أمس على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وذلك في إطار استعدادات الفريق لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وشهدت التدريبات مشاركة اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الأبيض استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. جاء ذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الأيام الماضية وفقا لتعليمات الجهاز الفني، وغاب بسببه عن المباراة الأخيرة أمام حرس الحدود في مسابقة الدوري الممتاز. مشاهدينا، ختام هذه النافذة الرياضية، أشكركم على طيب المتابعة.